أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قالت لجنة النفط والطاقة النيابية إنها ستتخذ إجراءات من شأنها أن تلزم كردستان بتسليم ما بذمتها من أموال تخص إيرادات النفط منذ بداية العام الجاري وحتى الفترة الحالية. عضو اللجنة مظفر إسماعيل قال إن كردستان لم تعمل بموجب اتفاق الموازنة والذي ينص على تسليم واردات 250 ألف برميل من النفط إلى الحكومة في بغداد، مشيرا أن هناك تحركات للجنة من أجل إلزام كردستان بتسليم تلك الواردات إلى بغداد. جردت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية شركة أورانج الفرنسية من حصة تقدر بملايين الدولارات في شركة كوريك للاتصالات وحولتها لمستثمرين محليين. مصادر صحفية قالت إن كردستان نفذت الأمر الإداري وقامت بنقل ملكية الحصة لصالح المستثمرين المحليين، مشيرة أن المستثمرين أصبحوا بذلك يسيطرون على 75% من أسهم الشركة. أكد المتحدث باسم الشركة الفرنسية أن الحصة التي تملكانها أورانج وأجيلتي تمت مصادرتهما بشكل غير قانوني، وأن الشركة ستتخذ جميع الخطوات للحصول على تعويض عن هذه الخطوة. بيّنت لجنة الصحة والبيئة النيابية أن موازنة 2019 لا تتحمل زيادة بالتخصيصات أو النفقات. وقال عضو اللجنة عبد عون علاوي إن الملاكات في القطاع الصحي بحاجة إلى زيادة في المخصصات، وخاصة أصحاب المهن الفنية في المؤسسات الصحية، مشيرا أنه يجب زيادة مخصصات الخطورة للعاملين في الطوارئ والمواقع الحرجة مثل العناية المركزة والحروق، إضافة إلى الكوادر التي تتعامل مع الأمراض المعدية. قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية إن قانون التقاعد للقطاع الخاص سيتم حسمه بعد عطلة عيد الفطر. عضو اللجنة فاضل الفتلاوي قال إن البرلمان ماض بالتصويت على قانون التقاعد للعاملين بالقطاع الخاص وأنه سيتم التصويت على ذلك بعد عطلة عيد الفطر، لافتا أن اللجنة القانونية تعمل من أجل التصويت على هذا القانون في الفترة المحددة. ضبطت هيئة النزاهة بمحافظة نينوى أصحاب مكاتب صيرفة أهلية متلبسين بتهمة النصب والاحتيال. قالت الهيئة إنها ضبطت 12 متهماً من أصحاب مكاتب الصيرفة الأهلية وكتاب العرائض لإقدامهم على استخدام أقلام سحرية بعملية تحرير الصكوك الخاصة برسم الجوازات. تابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. إلى اللقاء.